الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة بمناسبة يوم التجليات، يوم النفحات، يوم البركات، يوم المرحمات. إنه يوم عرفات، هذا اليوم الذي عظمه الله عز وجل فأقسم به، فقال جل جلاله: وشاهد ومشهود، إنه اليوم الذي لك أن تتخيله. يباهي الله عز وجل بعباده الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا اليوم المشهود الذي يتجلى فيه ربنا تبارك وتعالى على خلقه بالمغفرة والرحمة والرضوان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمنا بفضله، ونسأله تبارك وتعالى أن تشملنا هذه النفحات وهذه التجليات وهذه البركات في يوم عرفات. في هذه التغطية الخاصة معي فضيلة شيخنا وأستاذنا العلامة الدكتور رمضان الرمو، أمين دار الإفتاء والاستشارات الشرعية في مؤسسة الفيض الإنسانية، ومدير جمعية الآداب الإسلامية، أستاذ الفقه المقارن في كلية العلوم الإسلامية جامعة الموصل. حياكم الله فضيلة الدكتور. ومعنا كذلك فضيلة شيخنا وأستاذنا الدكتور فارس عادل شيت، دائرة التعليم الديني، وحدة البحوث الدينية والإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. ومعي كذلك فضيلة السيد شهلان الدليمي، حياكم الله سيد شهلان، وأهلا ومرحبا بكم. الله يرضى عنك. ومعنا كذلك أخي الحبيب عاكف العجيلي، حياكم الله سيد عاكف. إن شاء الله في هذه الرحلة سننطلق بهذه التجليات، تجليات يوم عرفة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحظى بأجر يوم عرفة. آمين. نستمع في بداية هذه الحلقة الخاصة إلى تلاوة آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا السيد شهلان الدليمي، نصغي إليه خاشعين إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم
من عرفات فاذكروا الله. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر الله أكبر أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله. صدق الله العظيم. ما شاء الله، طيب الله لك الأنفاس سيد شهلان على هذه القراءة الطيبة المباركة، وقد حلقتها بنا في أجواء هذه الأيام المباركة وأجواء عيد الأضحى المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عيد أمن وأمان وخير وسلام واطمئنان على العالم أجمع. آمين يا رب. فضيلة الشيخ الدكتور فارس عادل شيد، حياكم الله مرة أخرى، وسعداء جدا بإطلالتكم البهية عبر هذه التغطية الخاصة والحلقة الخاصة بمناسبة يوم عرفات، يوم البركات. ماذا عن يوم عرفات وقلوبنا تشتاق إلى ذلك الصعيد الطيب المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا مؤمنين، الحمد لله الذي جعلنا من أتباع سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام المرسلين. ماذا عن يوم عرفة؟ ماذا نتكلم عن يوم عرفة وقد حسدنا عليه غير المسلمين؟ جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هذه الآية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: والله إني لأعرف أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة، وهو في الحج صلى الله تعالى عليه وسلم. حسدنا غير المسلمين على نعمة الإسلام
وحسدنا غير المسلمين على نعمة تمام الدين وتمام نعمته تبارك وتعالى. يوم عرفة لمن عرفه، يوم عرفة لمن عرفه، ما شاء الله. يعترف العبد فيها لله تبارك وتعالى بذنوبه، ويعترف العبد فيها لله تبارك وتعالى بتقصيراته، ويعرف الله تبارك وتعالى ملائكته عباده، يعرف الله تبارك وتعالى ملائكته بعباده حينما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هؤلاء الذين قلتم عنهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، اشهدوا يا ملائكتي. يشهد الله تبارك وتعالى ملائكته على فعله تبارك وتعالى: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبشرنا عن يوم عرفة: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، بل ما من يوم رؤي فيه الشيطان أبأس ولا أتعس من يوم عرفة. لماذا يا سيدنا؟ لماذا يا حبيبنا؟ قال: لكثرة ما يعتق الله تعالى فيه من عباده. ما شاء الله. لكثرة ما يعتق الله تبارك وتعالى فيه من عباده، فما رؤي الشيطان أتعس ولا أبأس من يوم عرفة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم والمسلمين ممن يشملهم بعطائه وبركاته ونعمائه مولانا رب العالمين. ما شاء الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذه المقدمة التي قدمت القلوب إلى يوم عرفة. لنتحول إلى فضيلة شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور رمضان الرمو، ويكلمنا كذلك عن تجليات يوم عرفة وما في هذا اليوم الكريم من النفحات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، جزاك الله خير دكتور محمد على هذه الجلسة العطرة مع المشايخ الكرام والأساتذة الفضلاء في هذا اليوم العظيم الكريم الكبير عند الله وعند الناس من تجليات الله تبارك وتعالى ومن منه وعطائه وفضله. كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام: ألا إن من أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. الله سبحانه وتعالى يمن على عباده في أمكنة معينة، في أزمنة معينة، فيفتح عليهم من رحمته أبوابا لا تسد أبدا. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن هيأ الله سبحانه وتعالى بعض من خلقه إلى هذه النفحات، وهذا فيه محض قانون التدافع، قانون التعايش في الدنيا، وإلا لا يمكن أبدا أن يحج كل الناس. تتعطل المصالح، تتعطل المصانع، تتعطل المعايش، فلا بد أن يكون يعني بالمنطق والعقل، والعدالة هي تقوم على العقل والمنطق، فلا بد يكون هناك ناس يحجون والآخرون يمكثون سفراء عنهم. سفراء عنهم، فلا يمكن أن يذهب الناس كلهم رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا، شبابا وكبارا إلى الحج، يتركون المصانع ويتركون الأطفال الرضع ويتركون حاشاكم البهائم الرتع، لا يمكن. فمن عدالة الله تبارك وتعالى أن اجتذب الله سبحانه وتعالى بعضا من خلقه إلى هذه الوظيفة الربانية الثقيلة التي يسأل العبد عنها يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى هيأه لإقامة ركن ركين من أركان الإسلام الخمس وهو الحج. فيه جانب ثاني، أن الإيمان له طرفان: شكر وصبر. شكر وصبر. ما شاء الله. الشكر على النعمة، والصبر على الابتلاء. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. نعم. إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. يتعجب صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن في كلي أموره، في الصبر وفي الشكر. نعم. فيعطي مؤشر أن الذي يذهب هذا نصف الإيمان وهو الشكر، ما شاء الله، والذي حرم من الذهاب الصبر، ما شاء الله، فيتفعل شاء الله. الإيمان هنا تتجلى عدالة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله. فحاله كحال الذي يزكي، هذا حينما يزكي يشكر نعمة الله على المال، والذي ليس له مال يصبر،
فالله سبحانه وتعالى قسم هذا الكون بنظام يقوم على العدالة والرحمة، يقوم على 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 حكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. في هذا اليوم العظيم هناك أناس في ذلك في تلك الفجاج يلبون، والله سبحانه وتعالى شرع لنا هنا التكبير. تأكيد. والتكبير التلبية لبيك اللهم لبيك، هنا التكبير من صباح من صبح يوم عرفة التكبير. التكبير يعني نحن لم نذهب لكن انتصرنا على أنفسنا، الله عاهدنا الله، بقينا على الدين ثابتين، بقينا على الصبر، بقينا على الإيمان. وهناك يلبون، يحتاجون نوع من التضحية، نوع من الإخلاص حتى يتقبلوا الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله، شكر الله لكم فضل. حقيقة فضيلة الشيخ على هذه الإشارات العظيمة لهذا اليوم الكريم. فعلا الكون كله يشحن يعني على مستوى الصبر وعلى مستوى الشكر، فترى الإيمان يتفاعل عند الناس جمعاء، وخاصة يوم عرفة ترى الناس حالهم مختلف، ترى الناس هناك اندفاع، هناك شوق إلى هذا اليوم وإلى تجلياته، سواء من ذهب منهم أو من بقي، وإن شاء الله تشملهم هذه الرحمات يا رب. سيد شهلان، نحن اشتقنا إلى سماعكم إن شاء الله ببعض المدائح والأناشيد التي توصلون بها إلى عرفة. يا رب إن شاء الله سوية. الله يحفظكم، صلوا على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، أحرمتم جفن المنى يا ساكنين المنحنى والوادي، يا رب أنت وصلتهم يا رب أنت وصلتهم، صلي بهم يا رب، فبحقهم يا رب فك قيادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهي ذاك الوادي، وقولوا عبد فقير ميتم ومفارق الأحباب والأولاد، شغلتني اي والله يا عيني مكة شغلتني، والمدينة شغلت بالي اي والله يا عيني مكة شغلتني،
والمدينة شغلت بالي برض المدينة سكان هذا النبي الغالي ويا عين اشوفك بالدمع بخلانا يا عين اشوفك بالدمع بخلانا والحاج سير للنبي وخلانا يا عين اشوفك سافر فوق امتوني والله لو يدرون من عافوني مثل الجذيب التاه عن وطانا يا عين اشوفك بالدمع بخلانا الحاج سير للنبي وخلانا يا عين اشوفك بالدمع مجهودي والحاج سير للنبي محمودي نار الغضا تسعر بوسط كبودي للها سنا كل مدخى مدعى القانا يا عين اشوفك بالدمع بخلانا الحاج سير للنبي وخلانا القاصدين المصطفى محبوبي وصلوا سلام لسيد الأكوان يا عين اشوفك بالدمع بخلانا الحاج سير للنبي وخلانا وصلوا سلام لصفوات الرحمن بها المسك والعطر والريحاني بشيبتك يا مصطفى دحماني اذنوب حاديكم للميزانة يا عين اشوفك بالدمع بخلانا الحاج سير للنبي وخلانا ما حنوا الحالي ولا شالوني بس قالوا اصبر يلفت وخلوني والصبر شي في دوبي يجنوني والروح منهم ذاب لو تلفانا يا عين اشوفك بالدمع بخلانا الحاج سير للنبي وخلانا ربي كريم وهو امره بادي يجعل نصيب ازور حي سيادي واشوف راضتكم يا طه الهادي بجاه كل حرف انت لبقرانا يا عين اشوفك بالدمع بخلانا الحاج سير للنبي وخلانا والله واجاب للرضا واهل دموعي ينزاح عن قلب الهضم والروعي انت مقامك عروس المرفوعي مكتوب اسمك على باب جنانا يا عين اشوفك بالدمع بخلانا الحاج سير للنبي وخلانا فالصبر فوق الصبر لي يا ما رد والهجر لك بودي تلفها وما رد ظليت نادي ظليت نادي ظليت نادي وعلي محد ما رد والحاج سير للنبي وخلانا يا عين اشوفك بالدمع بخلانا الحاج سير للنبي والحاج سير للنبي خلانا. أفضل الصلاة وأزكى السلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله طيب الله أنفاسك سيد شهلان سيد عاكف ما شاء الله أبدعتما الله يحفظكم
نسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا يا رب بالفضل، أن يشملنا بالمغفرة ويشملنا بالرضوان. فاصل ونعود مرة ثانية إليكم إن شاء الله لنستمع ونستمتع بهذا الحديث الطيب المبارك بهذه الأصوات الشجية. أعزائي المشاهدين الكرام، فاصل ونعود إليكم بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا نعود إليكم مجدداً أحبتي المشاهدين الكرام، والحديث عن يوم عرفة، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الكريم، يوم الفيوضات والرحمات والبركات. الشيخ الدكتور فارس عادل حياكم الله مرة أخرى، وسمعنا منكم كلاماً شيقاً وماتعاً عن شمول المغفرة في يوم عرفة. ماذا عن فضل هذه الأيام، ولا سيما يوم عرفة، أيام ذي الحجة، أيام مباركات، ويوم عرفة ويوم النحر، هذه الأيام الكريمة، ماذا عن فضلها ومكانتها وبركتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا من شيخنا الدكتور رمضان عن ما يعيشه المسلم ما بين صبر وشكر. الله تبارك وتعالى من أسمائه العدل، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. ربنا تبارك وتعالى أكرم ثلة من عباده بزيارة بيته، وأكرمهم تبارك وتعالى بضيافته، ولكنه تبارك وتعالى حاشاه أن يحرم عباده فضله، حاشاه أن يحرم عباده كرمه تبارك وتعالى. جاء في الأثر عن سيد البشر سيدنا صلى الله تعالى عليه وسلم من قوله: إن في المدينة أقوام ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أشركهم الله معكم في الأجر حبسهم العذر. ما شاء الله، إن في مدينة أقواما. النبي يعني صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، فتكلم بعض الناس وذكروا بعض إخوانهم ممن لم يأتوا معهم. جميل. فبشرهم صلى الله عليه وسلم فقال: إن في المدينة أقوام ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إلا وكانوا معكم، حبسهم العذر، أشركهم الله معكم في الأجر. ما شاء الله. الله تبارك وتعالى من كرمه تبارك وتعالى أنه لما بنى سيدنا إبراهيم البيت وسيدنا إسماعيل، دعا سيدنا إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ما شاء الله. فالله تبارك وتعالى يشوق عباده لهذا البيت العظيم، يشوق عباده لهذا البيت الكريم، يشوق عباده لمواطن رحمته تبارك وتعالى. كل الناس يشتاقون ويتمنون ويرجون زيارة بيت الله الحرام، ولكن تمنعهم العوائق، تمنعهم الأسباب. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينما قال: إنما الأعمال بالنيات، جاء في بعض الآثار: إن الرجل ليعطى على نيته ما لا يعطى على عمله. لما يتوقف الإنسان بهكذا عمل، بهكذا قول: إن الإنسان ليعطى على نيته ما لا يعطى على عمله، يقول: لأن العمل لعله يشوبه بعض الرياء، لأن العمل يشوبه بعض العجب، ولكن النية لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. فكم من الناس من يشتاقون لزيارة بيت الله الحرام. الله تبارك وتعالى من كرمه تبارك وتعالى أن جمع في هذه الأيام كل العبادات. كيف ذلك؟ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينما يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، يعني من عشر ذي الحجة، أن الله تبارك وتعالى جمع فيها الصلاة، وجمع فيها الصيام، وجمع فيها الحج الذي لا يوجد في غيرها من الأيام. ما شاء الله. جمع الله تبارك وتعالى كل العبادات معها كثرة الذكر. أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينما قال: فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يوم عرفة، وخير ما قلت والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر العظيم
الذي يتجلى فيه التهليل، الذي يبشرنا صلى الله تعالى عليه وسلم يبشر أمته عليه أفضل الصلاة والسلام، كأنه نشيد يوم عرفة، أنه من قاله في اليوم 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء إلا رجل زاد على ما قال. ما شاء الله. يعني الذي يكثر من هذا الدعاء ومن هذا الذكر في يوم عرفة وفي العشر الأوائل من الحجة، يقول صلى الله عليه وسلم ويبشرنا أنه لا يأتي عبد بمثل ما جاء يوم القيامة إلا رجل زاد على ما قال. فمن الأعمال التي ينبغي على العبد المسلم أن يستذكرها في عشر ذي الحجة الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. نزين أعيادكم بالتكبير، فنكثر من التكبير على التعميم هكذا عموما إلى يوم عرفة يختص به ما بعد الصلوات. ما شاء الله، يختص به ما بعد الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، إلى عصر يوم آخر يوم من أيام العيد. ما شاء الله. ثم من بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله، فعبر صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح، والعمل الصالح كل ما يحبه الله تبارك وتعالى. وأفضل ما يحبه الله تبارك وتعالى العبادة التي اختص بعطائها تبارك وتعالى، فقال الصوم لي وأنا أجزي به. جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خليفة. فمن السنة الإكثار من الصيام في مثل هذه الأيام، ولا سيما يوم عرفة الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم أطمع من ربي أن يكفر به ذنوب سنة قابلة وذنوب سنة ماضية. صيام يوم في سبيل الله يكفر الله تبارك وتعالى به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة. ما شاء الله. ثم أن العبد يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، أنه ما من عبادة أمرنا الله تعالى بها إلا وحد لها حدا، إلا وجعل لها وقتا، إلا عبادة واحدة ألا وهي عبادة الذكر. ثم أنه تبارك وتعالى لما أمرنا بالذكر أمرنا معه بالكثرة، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فوصف الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله تبارك وتعالى مدحهم كذلك في القرآن الكريم. فلم يذكر الله تبارك وتعالى عبادة بالكثرة ما ذكر فيها عبادة الذكر التي جعلها صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. ما شاء الله. ولكننا بذكرنا لهذا الحديث لابد أن نعلم ما هو ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الحديث. لا يتصور متصور أن ذكر الله وأنت جالس في بيتك آمنا مطمئنا ساكنا هو خير ممن يجاهد في سبيل الله، هو خير ممن ينفق أمواله ويتلفها في سبيل الله. إذا لابد أن يكون هنالك من زيادة معنى في هذا الحديث لما يقول صلى الله عليه وسلم ذكر الله، معناها ذكر الله تبارك وتعالى بالجنان، أي معناها أن يكون العبد دالا على الله بأحواله وأقواله قلبا وقالبا دالا على الله. فخير الناس من إذا رؤيا ذكر الله. فهذه أيام فاضلات كريمات ينبغي أن يتذكرها المؤمن وأن يتعرض لها. الله تعالى واسع الرحمة، الله تبارك وتعالى واسع العطاء، الله تبارك وتعالى عظيم المغفرة، ولكنه تبارك وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فلا بد أن يتعرض العبد لرحمات الله حتى يكون من أهلها، وإلا فالرحمة لا تنال إلا أهلها ولا تنال إلا أصحابها، كما قال الله تبارك وتعالى أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. حاشاه تبارك وتعالى أن يسوي بين الذاكر والغافل، حاشاه تبارك وتعالى أن يسوي بين المقبل والمعرض، حاشاه تبارك وتعالى أن يسوي بين المؤمن والعاصي. نسأل الله تبارك وتعالى فضله، نسأل الله تبارك وتعالى هدايته، نسأل الله تبارك وتعالى عنايته. آمين آمين. ما شاء الله ما شاء الله. حسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
على هذا المفهوم الواسع للعمل الصالح الذي تكتنفه هذه الأيام المباركات. فضيلة الشيخ الدكتور رمضان الرمو حفظكم الله مرة أخرى، نرحب بجنابكم الكريم. عن الصيام في يوم عرفة، هل لصوم يوم عرفة مقاصد؟ حقيقة العبادات في الإسلام مرتبطة بعضها ببعض، فممكن توجد حالة أن بعض العبادات مما هي ركن من أركان الإسلام يؤدي بعضها دور البعض الآخر حاشا الصلاة. طبعا الشهادة هي التوحيد، هذه لا يمكن. الصلاة يعني هي خلاص هي خاصة بكل عبد، عبادة ذاتية يقوم بها المسلم، فإذا تعذر لسوء حالته الصحية فقد عقله لا يؤدي أخذ ما وهب أسقط ما وجب يسقط عنه الصلاة. لكن في حالة من حالات الحج أن الإنسان لا يقوى على شراء الهدي، هديا بالغ الكعبة في التمتع والقران، فماذا افترض الله عليه؟ يصوم 3 أيام و7 إذا رجع. فالصوم يؤدي دور الصدقة. ولما نأتي إلى مقاصد الصدقة ومقاصد الهدي نجد أنهما يشتركان في مقصد واحد، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والصوم كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، فاشترك الهدي في مقصدية التقوى كما اشترك الصوم في مقصدية التقوى. ما شاء الله. فإذا الفقير الذي لا يذهب إلى الحج يمكن يكون مستوى أعلى من الفقير نسبياً، الذي لا يقوى على الهدي يصوم فيحصل ما حصله الغني المتمكن هناك، فالذي حصل على التقوى بذبحه الهدي. كذلك في صوم يوم عرفة في أعمال الحج كما قسمها الفقهاء، يعني أعمال الحاج هي تبدأ من يعني من 8 ذي الحجة من منى، فقالوا رمي، نون نحر، نحر الذبائح والهدي، والحاء حلق، والطاء طواف. جميل. فإذا الحج هو كله يكون في 4 أمور، رنحط خصوصا حتى لا تنسى الكلمة في كتب الفقه، انه الرنحط الرمي والنحر الذبح والحلق والطواف. جميل. ثم بعد ذلك يتقبل الله سبحانه وتعالى ان شاء، يمن الله تبارك وتعالى عليهم القبول. نحن في يوم عرفه نصبح اول ما نصلي صلاه الفجر ثم نكبر بعد صلاه الفجر، فايضا لنا ذكر مثل ما لهم ذكر، هي اولا. جميل. واشتركنا في مقصديه الذكر مثل ما قال الدكتور فارس انه العباده العليا في الاسلام التي تسوى بمقام الشهداء والصابرين والثابتين على الثغور. بعد ذلك عندنا صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، مثل ما ذاك حينما يلبي تجلى الله عليه فيغفر له ذنوبه. ثم إن الدماء لتقع عند الله بموقع أو بمكان قبل أن تقع على الأرض. وجاء في حديث وإن كان فيه مقال لكن معناه صحيح، أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه إذا ضحى. الذي لا يضحي يصلي صلاة العيد فيتجلى الله تبارك وتعالى عليه فيشمله برحمة من عنده واسعة. فلاحظ أن الإنسان المسلم ليس عندنا مسلم محروما، ليس هناك مسلم محروما، المسلمون كلهم سواسية أمام ميزان العدالة الإلهية. الميسور الحال يحج ويؤدي ما عليه من عبادات، والضعيف الحال يؤدي ما عليه من عبادات. ليس عندنا المسلم محروما في العبادات، فالله سبحانه وتعالى قسم الخلائق والكل سواسي أمام عدالة الله تبارك وتعالى. ميسور الحال له عباداته، وضعيف الحال له عباداته، والكل أمام رحمة الله له منها نصيب. يرحم الله سبحانه وتعالى الحجاج كما يرحم من هم في بعيدين عن الحج، لكل عباداته. المقصد هو أن ينال العبد رضا الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، سيانة في ذلك السفر والحضر، أن نحج وأن نصوم، أن نصلي وأن نصوم، هو معنا في كل حركاتنا وفي كل سكانتنا. لكن المهم أن العبد يكون محلا لتجليات الله تبارك وتعالى عليه، ويكون أهلا لتلك التجليات، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ممكن أنه لا يتقبل من الحاج بالتأكيد، لأنه ينتقص منه الصدق والإخلاص. لكن البعيد عن الحج ممكن بصدقه وإخلاصه يتقبل الله تبارك وتعالى منه. إن الله لا يبلغ الرجل منازل الشهداء وقد مات على فراشه. ما شاء الله. فبالصدق والإخلاص والنية الطيبة يبلغ الله تبارك وتعالى الخير والبركة بحسن نيته
وخير طويته. ما شاء الله، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذن المقصد الذي يدور معه الإنسان هو تحقيق التقوى لله عز وجل، وقد ذكرتم يوم العيد وهذا اليوم الكريم. فضيلة الشيخ، بالتأكيد يوم العيد يوم عظيم، ومشاعر الناس مشاعر جياشة في يوم العيد، هل هناك مقاصد أيضا ليوم العيد؟ هو المقصد يأتي من دلالة اللفظة، نعم، من دلالة الكلمة لغويا، أنه في العيد فيه من العود، نعم، والعود عاد إلى البيت، رجع إلى البيت، ففيه يعني عود من الإحسان، يعني كان الله سبحانه وتعالى عاد إلينا بالإحسان والمكرمة والخير والبركة والرحمة والمغفرة. ففي العيد هناك عادات في الشريعة جعلت الشريعة في ذلك عبادات حتى تشير على تلك العبادات. ففي عيد الأضحى مثلا ومثل عيد الفطر، نحن في عيد الأضحى في يوم عرفة نكبر. لماذا نكبر؟ لأنه التكبير يأتي بالفرح، جميل، يأتي بالنصر، نعم، يأتي بالاستبشار، يأتي بمجيء الخير. فحينما نصبح نكبر، لماذا نكبر؟ أصبحنا صائمين، أصبحنا وقد غفر الله لنا ذنوبنا، أصبحنا نصبر على البعد، والذي يصبر على بعد اللقاء كمن هو يكون في اللقاء، جميل، فذاك يحتاج إلى شكر وهذا يحتاج إلى صبر. ففي العيد هناك مقصد الصدقة، كما قلنا أنه الذي لا يقوى على الفدية يصوم. نعم. هنا ابتعدنا نحن عن الحج، فماذا نفعل؟ نضحي. نعم. فالأضحية تقوم مقام الذي يذبح الهدي هناك. ما شاء الله. هناك في أيام التشريق الذي يرمون الجمرات في 3 أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يرمي الجمرات لا يصوم، لأنه نعم، هناك في عبادة الذكر، في استشعار وجوده في المناسك والمنازل المباركة الطيبة. نحن هنا ليس هنا عندنا جمرات، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يريد أن يحرمنا من تشاكل الصور، جميل، بين الحاج وبين غير الحاج. الآن الإنسان الذي يريد أن يتطوع صوما نقول له يوم العيد لا يمكن، لأنه يوم عيد فرحة، نعم، واستبشار، وموائد السماء قد مدت، فأنت لماذا تمتنع عن كرم الله تبارك وتعالى؟ وليس العاقل من يمتنع إذا مدت موائد الكرام. الله. ففي العيد جرت عادات الكرام أنهم إذا مدوا موائدهم جاء الكرماء فأكلوا منها. ما شاء الله. ففي العيد جرت سنة الإسلام أنه لا صوم في أول يوم العيد. في اليوم الثاني الذي يسموه الناس الثاني والثالث والرابع هي أيام التشريق الثلاثة. نعم. لأنه اليوم الثاني من عيد الأضحى هو يوم التشريق الأول، نعم، والثاني والثالث، نعم، أيضا لا يجوز الصيام، والذي ينذر فيه لا يتحقق نذره، نعم. ومن الفقهاء من قالوا يصوم يوما أو أياما بدل ما نذره في يوم العيد، المهم لا يجوز له الصوم في ذلك اليوم، لأنه يحرم الصوم في ذلك اليوم في أول يوم العيد وفي أيام التشريق الثلاثة. لما؟ حتى توجد المحاكاة فيما بيننا وما بين الحاج وبين الحاج، التشاكل، هذا التشاكل هو امتثال أمر الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. ويتجلى الله علينا. ففي هذه الأيام المباركة الفاضلة هناك تشاكل صور فيما بيننا الذين لنا حج، نسأل الله يكتب لنا وللمسلمين الحج، آمين، وفيما بين الذين يحجون، نسأل الله لهم القبول. هذا التشاكل يعطينا مؤشر أن العبد عبد في كل حال، إن, 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 إن واصلوني أو منعوني العبد عبد في كل حال. ما شاء الله. فإذا أذنوا لنا بالقرب في المناسك رحمة. امتثلنا وهو رحمة من الله. نعم. وإن لم يأذنوا لنا التأدب والحنين، هذا الحنين يجعلنا نتبوأ منازل الحجاج، منازل الصادقين، لأن الله سبحانه وتعالى بالنية بالطوية الخالصة والنية الصادقة يبلغنا الله تبارك وتعالى أقصى ما يصله المتعبدون. ما شاء الله. والله سبحانه وتعالى من كرمه قد يقوم الإنسان من الليل وكان في شبابه يختم الختمات المباركات ويذكر الله نهارا وليلا طويلا، يتمرض في آخر حياته، الملائكة تقف لا تسجل، فالله سبحانه وتعالى يقول للملائكة لما توقفتم عن تسجيل حسنات عبدي؟ يقولون يا ربنا تمرض، سافر، تكاسل، يقول انظروا لعبدي ما تكتبون، من رحمة الله تبارك وتعالى. فقد يكون المنع عطاء إذا فهمنا الإيمان، المنع ينقلب عطاء إذا فهمنا أن المنع من الله رحمة، وحينما يمنعنا يعطينا. الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، لا يمنع عبدا إلا وقد عوضه خيرا مما كان يريد أن يتمناه.
ما شاء الله، شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذه الإشارات والإضاءات في هذا اليوم المبارك. فضيلة الشيخ الدكتور فارس عادل حفظكم الله، هناك في العيد مقاصد اجتماعية، المسامحة، تبادل العطايا، الأضحية، هذه المقاصد الاجتماعية كيف رعاها الإسلام وتغياها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء عندنا يوم عرفة سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامه كما ذكرت، وأطمع من ربي أن يكفر به ذنوب سنة قابلة وذنوب سنة ماضية، وأن نكثر فيه من التكبير لله تبارك وتعالى، لأنها إشارة إلى النصر، إشارة إلى القبول منه تبارك وتعالى. ثم في يوم العيد، في أول أيام العيد، ما تقرب آدمي إلى الله تبارك وتعالى بقربة أكرم عند الله تبارك وتعالى من إهراق دم في سبيل الله، التي هي الأضحية التي كانت سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لها. ثم من بعدها في باقي أيام العيد ينبغي علينا أن نتذكر دائما قول رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم: عمل في الهرج كهجرة إلي. تكثر في أيام العيد الغفلة، تكثر في أيام العيد الإعراض عن الصلاة، الإعراض عما أمر الله تبارك وتعالى، ولكن ينبغي على العبد دائما أن يتذكر وأن يتذاكر، أن يتذكر في نفسه وأن يذكر غيره طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يذكر في ذلك قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فيكون العبد مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى بطاعته وإقباله عليه. قالوا: خير الأعمال ما تعدى فيه خيرك إلى غيرك. جميل. خير الأعمال في عندك ما تعدى فيه خيرك إلى غيرك، وليس فقط مع نفسك، ليس فقط في النفس بما يعود منها. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم الذي لا يفطر، ودرجة القائم الذي لا يفطر. هذا الذي يحسن خلقه بتعامله مع الآخرين، هذا الذي يحسن في تعامله مع الآخرين، الله تبارك وتعالى يبلغه منازل الصائم الذي لا يفطر ودرجة القائم الذي لا يفطر. ما شاء الله. وقالوها ما أجمله من قول: وفي العيد لقد جرت عادات الكرام ببر اليتامى وافتقاد الأرامل. لو رأينا مراد ديننا وحقيقة أمر ربنا تبارك وتعالى أنه في عيد الفطر، في العيد الصغير كما نسميه، نعم، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراج الفطرة، نعم، فطرة الصيام. وفي عيد الأضحى، العيد الكبير، سن لنا ديننا وأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كذلك أن نتذكر الفقراء بالأضحية، وأن نتذكرهم بما تجود به أيادي الأغنياء، بل ما يكرمهم الله تبارك وتعالى به من زيادة فضل وعطاء منه تبارك وتعالى حتى زاد عنهم، فجعلوا يضحون ويتذكرون الفقراء. فسن لنا ديننا أن نتذكر الفقراء في عيد الفطر بالفطرة، وسن لنا ديننا أن نتذكر الفقراء في عيد الأضحى بالأضحية، أن يعيش المسلم حال غيره فيتعدى خيره إلى غيره بعطائه. فينبغي على العبد دائما أن يعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعمل لأجل الله تبارك وتعالى. فكما قالوها: ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن طاعاته تزيد. ما شاء الله. ليس العيد لمن بدل الملبوس والمركوب، ولكن العيد لمن تغفر له الذنوب. جميل. فينبغي على العبد دائما أن يكون دعوته لله وعودته إلى الله، وفعلا يتحقق ذلك بالعود إليه. والعيد إنما سمي عيدا لعودته بالفطرة إلى ما كان عليه قبله. ولكن علماءنا عليهم رحمة الله ذكروا لنا ميزانا بالقبول، ميزانا بالرضا من الله تبارك وتعالى، ألا وهو كينونة حال العبد مع الله، أن يكون حاله أفضل ما بعد العبادة عما كان عليه قبلها. ما شاء الله. فإذا كان العبد راجعا إلى الله، عائدا إليه، مقبلا عليه تبارك وتعالى، فليستبشر بعطائه وكرمه ورحمته. وإذا كان العبد متكاسلا بعيدا عن طاعة الله، فليراجع نفسه ما دام في الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعينهم على طاعته
وممن يتقبل منهم أعمالهم ومن يوفقهم لبره مولانا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور فارس عادل شيت على هذه اللطائف وهذه المنوحات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن ينفعنا بعلمكم. الشكر موصول لفضيلة شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور رمضان الرمو، حفظكم الله فضيلة الشيخ وزادنا من بركاتكم ومن علمكم ونفعنا به، آمين آمين. الشكر موصول للسيد شهلان الدليمي ولأخي الحبيب عاكف العجيلي، والآن نعيش أجواء تكبيرات العيد مع السيد شهلان والسيد عاكف حفظكم الله. إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين الكرام، تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله love.